للشكر والامتنان للمرأة المصرية، تقديراً وإجلالاً لدورها العظيم وتضحياتها الغالية. لن أكون مبالغاً إذا قلت أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن، فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أي مصلحة. هي سر الحياة، هي سر الحياة، وأقولها صريحة. احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطني والتزام سياسي، وليس هبة أو منحة، بل هو حق أساسي لها وعلينا جميعا أن نتخذه كمنهج حياة، فبدونه لن يتحقق أي نجاح منشود.